انا اعتقد ليس اول شيء، انا اعتقد ان النظام من الصعب انه يسقط. النظام الايراني اي نظام يسقط ما يسقط او يتغير، يتغير ممكن تصير حرب اهليه ويصير مشكله ويصير دمار ويصير مواجهه حتى بين الجيش وبين الجيش شو اسمه الحرس الثوري ممكن والباسيج يعني ممكن يصير. فبالتالي مو من صالح احد ان يكون في ايران مثل هذا الوضع، يعني لن يكون هناك انتقال سلمي وبسيط، لكن لكن نتمنى ان يكون هذا الحراك يحرك الفكر الايراني ويختلف فكر القياده الايرانيه، يختلف في تعاطيها مع الخليج ومع جيرانها. اتمنى ان يؤدي الى تغيير ايجابي. لكن مو من صالح، ما افتكر ان النظام يسقط، لان النظام قوي جدا ومؤسساته، خلي المؤسسه عنده مؤسستين بايران، مؤسستين خليك من قوه المؤسسه، لكن انا اقول اذا تغير النظام، انا اقول لك لذلك انا اشك ان مو من صالحنا ان اول شيء يصير اضطراب في ايران، مو من صالح المنطقه. لا مو من صالحك ان يتغير النظام، ولا مو من صالحك ان يصير، لا مو من صالحنا ان يصير اضطراب، وانا ما اعتقد ان النظام ممكن يتغير دون اضطراب. زين ليش الاضطراب مو من صالحنا؟ احنا المنطقه مرهقه، وجود اضطراب اخر يعني اللي صار، احنا الان يرى نلمم نفسنا في العراق وسوريا وعندنا اليمن، ونفتح علينا باب اخر اللي بايران، انا اعتقد مو من صالح المنطقه ابدا.